مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم في تغطيتنا المستمره على شاشه الميادين والميادين اونلاين تحت عنوان النصر يتعاظم. اذا اليوم هذه التغطيه مستمره من الجنوب اللبناني، تحديدا من بنت جبيل. بنت جبيل التي شهدت يعني قبل 17 عاما واحده من اكبر المعارك واعنفها كذلك في هذا العدوان الاسرائيلي على لبنان. بنت جبيل استهدفت لمكانتها، ايضا بنت جبيل قاومت وعززت هذه المكانة كأمثالها من البلدات والمدن الجنوبية. من هذا الاستديو الميداني وأيضا أبناء الجنوب المقاوم المحب والمحتضن لهذه المقاومة، نرحب بكم في هذه الساعة. إذن في هذه الحلقة الحوارية وفي إطار تغطيتنا النصر يتعاظم، والتي تبرز أو نبرز في هذه الساعة أبعاد وإنعكاسات الانتصار التاريخي للمقاومة على عدوان المحتل الإسرائيلي في تموز 2006. ورغم تفوق إسرائيل من حيث القدرات المادية والتكنولوجيا العسكرية وكذلك الاستخبارات، استطاع المقاومون في المقابل عبر توظيف الإمكانات المتاحة آنذاك مع الروح القتالية العالية تحقيق النصر الواضح والجلي والمؤكد. أن المقاومة بالأمس مختلفة عما هي عليه اليوم من حيث تراكم عناصر القوة، الإمكانات المادية، فضلا عن الروح المعنوية والقتالية المتنامية دائما والتي بات يدركها المحتل جيدا، حيث تتكرر دعوات المسؤولين الإسرائيليين والخبراء لقادة الاحتلال بضرورة وقف كل شيء والاستعداد لحرب لا مثيل لها في ظل تعاظم قدرات حزب الله وتعمق تأزم الوضع الداخلي لديه. أولا اسمحوا لنا أن نرحب بضيوفنا في هذه الساعة. نرحب هنا في الاستديو الميداني للميادين الذي أقامته في بنت جبيل، ونشكر أيضا أصحاب هذا المنزل الذين هم جزء لا يتجزأ من هذه الحاضنة الشعبية. نرحب بك العميد الدكتور محمد عباس الخبير العسكري والاستراتيجي، وكل عام وأنتم بألف خير، وكل نصر وأنتم بألف خير. أيضا الترحيب موصول من غزة بالكاتب في الشؤون السياسية والعسكرية الأستاذ أحمد عبد الرحمن. مساء الخير أستاذ أحمد، وتحية أيضا انتصار من هنا من الجنوب اللبناني إلى غزة المحاصرة وغزة المقاومة. وكذلك نرحب من العاصمة العراقية بغداد الباحث في مركز الهدف للدراسات حسين الأكناني. قبل أن نبدأ النقاش تحت عنوان تطور سلاح المقاومة وإلى أين وصلت هذه القدرات وهذه الترسانة، نتوقف مع هذا التقرير للزميلة فاطمة قاسم ونبدأ النقاش. هل سمعتم من قبل عن أسطورة الضفدع والماء المغلي؟ إذا وضعتم ضفدعاً في مياه بدرجة الغليان فسيقفز بسرعة خارج الإناء، فيما يبقى داخله إن وضع في مياه باردة تغلي ببطء. يعتقد أحد الخبراء الإسرائيليين أن إسرائيل هي ذلك الضفدع غير القادر على تقدير اقتراب نقطة الغليان، وغير القادر على إدراك خطورة تعاظم قدرات المقاومة ومعرفة اللحظة المناسبة للتحرك. أي قصف على لبنان سنود عليه حتماً. فعلى مدى 17 عاماً كان ذلك التعاظم الإخفاق الأكبر بالنسبة إلى إسرائيل، خلاصة يتجدد ذكرها على ألسنة مسؤولي الاحتلال وأعلامه. يتزايد خوفهم من القدرات العسكرية وخشيتهم من أي حرب مقبلة وعدم استعداد إسرائيل لها في ظل أزماتها الداخلية المتلاحقة، وهو ما يبرزه الإعلام الإسرائيلي بصورة لافتة وسط دعوات متصاعدة لقادة الاحتلال إلى وقف كل شيء والاستعداد للحرب. لا يوجد هدف إسرائيلي في البر أو في البحر لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة. تصريحات السيد نصر الله تؤكد أن حزب الله حرك صواريخه التي بلغت بعد 41 عاما من التأسيس نحو 150 ألف صاروخ دقيق وموجه وثقيل، وأنه قادر على إطلاق 3000 صاروخ في اليوم الواحد من كل المديات على الجبهة الداخلية الإسرائيلية في أي مواجهة مقبلة. حزب الله أحدث تغييراً جوهرياً في بنيته العسكرية بعد تحرير الجنوب اللبناني، وخصوصاً على مدار السنوات الست التي سبقت حرب تموز عام 2006. وبغض النظر عن ازدياد أعداد الصواريخ، فإن حزب الله امتلك التقنية وطور الصواريخ حتى جعلها ذكية. الآن أصبح لدى المقاومة صواريخ دقيقة
ضعفين ما كان لديها قبل سنة. فلمواجهة التهديد الجوي الإسرائيلي عدل قدرته الاعتراضية من خلال تحديث القوة الصاروخية التي تتمتع بإمكانات هجومية وقدرة عالية على الوصول إلى العمق الإسرائيلي والمتجسد في الجبهة الداخلية. وإضافة إلى الصواريخ الدقيقة، طور حزب الله أسطول الطائرات المسيرة. الشباب، هذه الأجيال تقبل على الجهاد. ولم يتوانى السيد حسن نصر الله عن التباهي في أيار مايو الماضي بالقدرة البشرية الممتازة في محور المقاومة التي يقابلها تراجع القوة البشرية الإسرائيلية وهروب الإسرائيليين من القتال. والشباب الإسرائيلي يهرب من الجيش، بيحكي عن مأزق العنصر البشري الشبابي في الجيش الإسرائيلي. أي حرب كبرى ستشمل كل الحدود وفق السيد نصر الله، وستضيق مساحاتها وميادينها بمئات آلاف المقاتلين في ظل تفوق هائل في البعد البشري، وأي خطأ في التقدير قد يؤدي إلى غليان في المنطقة وتجسد أسطورة الضفدع والماء المغلي واقعاً. عميد، أبدأ معك انطلاقاً من هذه المحطة المفصلية، نتحدث حرب تموز، كيف راكمت المقاومة وحزب الله في لبنان بخط تصاعد يمكن الحديث عنه بتطوير السلاح، آليات تفعيل المقاومة بالترسانة التي وصل إليها وكشف عنها بالتوقيت قبل أيام عشية هذه الذكرى 17 لنصر تموز عن منظومة الصواريخ الموجهة ثأر الله؟ بداية تحياتي لك ولضيوف قناة الميادين من فلسطين ومن العراق، وأيضا التحية موصولة إلى أصحاب النصر، أصحاب هذا النصر المقاومين الذين زرعوا أجسادهم على مدى الجغرافيا، وكان لهم في كل ناحية حكاية وجد وعشق، فحققوا نصرا مؤزرا عظيما أرخى بتداعياته على كل حركات المقاومة التي نبتت لاحقا وظهرت لاحقا، وكان له دور في التوازن، في إعادة النظر في التوازن الإقليمي الذي كان قائما قبل المقاومة، تغير الموازين القوى بفعل نصر تموز. يعني نصر تموز هو الذي حقق تغير موازن القوى، وهو الذي يعني منذ حرب انتصار تموز قال سماحة السيد، أو ورد على لسان سماحة السيد، أنه انتهى، بدأ زمن الانتصارات وانتهى زمن الهزائم. أولا المقاومة، يعني موضوع تراكم قوى المقاومة، المقاومة لم تتوقف يوما عن مراكمة قدراتها، وهي تعلم علم اليقين أن العدو بعد كل عملية وبعد كل مرحلة يقوم بتطوير قدراته، فكان تطوير قدرات المقاومة ليتلائم لاحقا مع كسر دفاعات العدو، إن كان في البر أو في البحر أو في الجو. لذلك عملت على كل المستويات. يعني المقاومة بعد 2006 أو المقاومة اليوم تختلف عما كانت عليه قبل العام 2006، والعام 2006 كان يختلف عما كانت تختزنه المقاومة قبل العام 2000. لذلك قدرات المقاومة بالمعنى العسكري والاستراتيجي. طبعا طبعا، يعني نحن عندما نتحدث عن قدرات لا نتحدث عن قدرات فقط التسليحية، عن قدرات على المستوى امتلاك قدرة ردع، يعني هذا المسألة الأساسية، على امتلاك منظومة سلاح قادرة على مواجهة كل قدرات العدو. ما أنا قلت يعني هي تنظر لعقيدة الجيش الإسرائيلي وتقرأها بشكل ممتاز، ومقابل كل بند أو كل خطة من أو من كل مبدأ من مبادئ العقيدة العسكرية الصهيونية، المقاومة تجد الوسيلة المناسبة لمواجهة عقيدة العدو. وهون بقول يعني بوجز عقيدة العدو لأقول كيف المقاومة بنت قدرات لمواجهة هذه العقيدة، اللي هي بينجم عن هذه العقيدة الإسرائيلية المبدأ الهجوم المعروف والحرب الخاطفة وخوض الحرب على أرض العدو. لذلك يعني العقيدة الإسرائيلية فشلت أمام المقاومة، لأن المقاومة درستها بدقة، وهذا ما لم تفعله
الدول والجيوش العربية في كل الصراع مع في كل مرحلة الصراع مع العدو. العقيدة العسكرية الإسرائيلية ترتكز إلى مجمل مبادئ، أهمها خلينا نحكي عن الأهم هو قدرة الرادع، مبدأ الرادع، وهو امتلاك قدرات تقليدية وغير تقليدية تمنع العرب حتى من مجرد التفكير بشن الحرب. هي أول واحد. المبدأ الثاني هو التفوق الاستخباري، واللي بيتيح الإنذار المبكر لتكون إسرائيل جاهزة لمواجهة أي مخاطر تتهددها. هذا البند الثاني. الثالث القلة في مواجهة الكثرة، هذا مبدأ النوعية دائما إسرائيل كانت تتباهى فيه. بعدين مبدأ الهجوم والذي يعتمد على استراتيجية الحرب الخاطفة والهجوم السريع والهجوم الساحق والسريع. يعني هو تستند إلى مبدأ الهجوم الصاعق، يعني بالاتكال على المدرعات والجو لحسم المعركة بشكل سريع. ثم أخيرا مبدأ خوض الحرب على أرض العدو لحماية الجبهة الداخلية، لعدم تعريض الجبهة الداخلية. هو كل ما الذي حصل في 2006 انطلاقا من هذه العوامل أو العناصر العسكرية المقاومة؟ أين كانت مكان من الفشل بال 2006 وما قبل 2006؟ منذ العام 85 المقاومة في مواجهة التفوق الاستخباري للعدو امتلكت، يعني نزلت تحت الأرض. المقاومة كانت تمتلك كمان أيضا جهاز أمني وجهاز متطور لجمع المعلومات عن العدو. فالمقاومة اشتغلت مقاومة عن جد، يعني لم تكن هذه المقاومة فوق الأرض. لذلك كان العدو عنده ثغرة في موضوع الهجوم، بده يهجم مين؟ يعني لم تكن المقاومة موجودة في ثكنات ولا في قواعد ثابتة. التخفي، القدرة على التخفي. صحيح. إذن في مواجهة التفوق الجوي للعدو والقدرة الاستخبارية المقاومة نزلت تحت الأرض. ونحن في مقابل الردع للعدو امتلكت المقاومة قدرات ردع بدأت منذ عام 93 عند تصفية الحساب وعند عملية تصفية الحساب. صحيح. عام 93 وعقبتها تموز عقبها 93 عقبها بنيسان 96. والمقاومة وقتها استعملت صواريخ، يعني خلينا نقول صواريخ تكتية بسيطة في مواجهة قدرات العدو الهائلة والتفوق الجوي للعدو والغارات الجوية. امتلكت قدرة الردع، يعني هي استخدمت الصواريخ التكتية بمفهوم استراتيجي، مفهوم الردع. هي أول مرة بنحكي بنسمع بمفهوم الردع اللي امتلكته المقاومة، أنه أنتم بتضربونا أدرانين نضربكم، لو مش ما أدرانين نلحق خسائر فيكم مماثلة للخسائر التي تلحقون فيها، ولكن قادرين على إلحاق عميد. هذا سار التاريخ. نعم. مهم جدا، يعني طبعا. حول هذه القدرات العسكرية 96. هل يمكن أن فقط أذهب بجزئية 2006 لأنه هي أيضا. نعم. محطة مفصلية مهمة. إلى الأستاذ أحمد عبد الرحمن، مساء الخير من جديد أستاذ أحمد عبد الرحمن، معنا من قطاع غزة. في مقالات متتالية لك على موقع الميادين نت، ولفتتني أيضا إشارتكم إلى أبرز التكتيكات التي اعتمدها حزب الله لتسطير هذا النصر عام 2006. استخدمتم مصطلح الحرب اللامنتظرة والتداعيات التي نشأت عن هذه التكتيكات حتى يومنا هذا والكشف عن منظومة ثأر الله. هل يمكن أن نوجز بشكل سريع للمشاهد كيف تنامت هذه القدرات على كافة المستويات، وما هي التكتيكات؟ لأنك عددت 6 تكتيكات، سأترك الهواء لك بتفصيل أكثر للمشاهد. تفضل أستاذ أحمد. مساء الخير ست وفاء ولسيادة العميد والضيف الكريم من العراق الحبيبة، وهذا مناسبة تستحق التهنئة في الحقيقة، يعني وكل عام وأنتم بخير في لبنان. صحيح. وفي الأمة العربية والإسلامية وكل محور المقاومة، وهي بالفعل مناسبة عزيزة على قلوبنا، وهذا لا أبالغ، ليس مبالغة وليس مجاملة، فهذا تمثل فلسطين وتمثل كل الأمة هذا الانتصار العزيز. هذا أولا. ثانيا، مدام سيادة العميد يتحدث الأفضل أنا أسكت، يعني في الحقيقة أجمل كثيرا سيادة العميد. لا العفو، العفو منك، نستفيد من خبراتكما سويا. نعم لا أنا على المستوى الشخصي يعني أقدر جدا سيادة العميد وأقرأ له وأشاهده دائما، ولديه يعني خلفية عسكرية عالية جدا، والضيف الكريم من العراق أيضا، أحبابنا في العالم. على كل حال أنا سأختصر الوقت. أولا نعم الأستاذ حسين، حياكم الله أستاذ حسين. أنا فقط سأؤكد على ما تفضل به سيادة العميد في جملتين.
على عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي ربما، والصهيوني في 53 بن غوريون وضع أسسها ومبادئها، كانت ثلاث مبادئ: الإنذار، الردع، الحسم. وتفضل سيادة العميد بالإشارة إليها، وزاد على ذلك ربما في مبدأين أخريين، وربما الآن هي وصلت إلى ثمانية مبادئ عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي. وجميع هذه المبادئ الثمانية التي وصلت إلى هذه المرحلة هي فشلت أو تفشل في هذه المرحلة في مجاراة تطور المقاومة، هذا أولا. ثانيا، مهم جدا أن نشير إلى أن الفارق الهائل في الإمكانيات بين العدو الإسرائيلي، وهو يملك إمكانيات هائلة حتى لا نقول أنه قد خسر هذه القوة، هو على مستوى الإمكانيات يملك إمكانيات هائلة، ولكن هذا الفارق الهائل الذي كان في سنوات معينة ربما حتى 2000 وما بعد 2000 بقليل، هذا انخفض إلى أقل نسق ممكن أو حجم ممكن. يعني القدرات المقاومة ارتفعت بشكل كبير في مقابل ارتفاع بسيط لقدرات العدو الصهيوني، لأنه في الأساس يملك قدرات. الذي كان لا يملك هو ربما محور المقاومة، الآن هذا المحور بات يملك قدرات، وأنا بين مزدوجين يمكن أن نسميها استراتيجية، نوعية استراتيجية يمكن أن تغير ميزان المعركة في أي معركة قادمة، وربما غيرته جزئيا في تموز وفي معارك غزة المتعددة، حتى في معركة جنين على بساطتها وصغر مساحتها الجغرافية وقلة إمكانياتها، إلا أنها فرضت معادلة جديدة وهي معادلة الردع كما تفضل سيادة العميد. ثانيا، ثالثا، أنا أعتقد حزب الله يعني مدرسة وينظر له في كل المراكز العسكرية لا سيما الأمريكية، وأنا أقرأ للمراكز الأمريكية متعمدا لأنها مراكز مهنية ومتخصصة ولديها إمكانيات هائلة في الحقيقة في جمع المعلومات حتى إسرائيل تنقل عنها. إسرائيل كما حزب الله كما قيل أكثر من مرة وأنا كتبت ذلك، أفضل أو أقوى قوة عسكرية غير نظامية، يعني ليس جيش دولة، هو قوة عسكرية حزب منظمة، سميه كما شئت ست وفاء والضيوف الكرام، ولكنه يعد أقوى قوة عسكرية، لا أقول على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم، يملك إمكانيات على مستوى الخبرات، على مستوى الخطط، على مستوى القدرات العملياتية، على مستوى التحرك في الميدان، على مستوى تحقيق إنجاز. وأنت أشرت إلى المنظومة الأخيرة، منظومة الصواريخ الموجهة أو ضد الدروع، وهذه أشير لها بكثير من التفصيل في الإعلام الإسرائيلي، حتى اختلفوا على المدى، ربما قيل أنها تشبه الكورنيت الأصل الروسي 5 كيلومتر إلى 6 كيلومتر، قيل 10 كيلومتر، وكثير من التفاصيل في الحقيقة لا أريد الدخول فيها. ولكن أنا أعتقد نزولا عند رغبتك وسؤالك الكريم، حزب الله استخدم تكتيكات كثيرة، تفضل سيادة العميد قال أنه حول صواريخ تكتية أو تكتيكية لا يصل مداها إلى 40 كيلومتر إلى صواريخ استراتيجية، يعني حققت ناتج استراتيجي يفوق قدراتها التكتيكية. حتى هنا في غزة ربما المقاومة تستخدم هذه الصواريخ أو ما يحاكيها، لأن غزة أنت تعرفين بعد 2014 تقريبا كل الصواريخ في غزة إذا لم نكتشف سرا هي صواريخ محلية تحاكي الصواريخ الكلاسيكية أو التي كانت تأتي صحيح. من نعم محلية الصنع، ولكنها تحاكي بشكل كبير وبتقنيات مشابهة للتقنيات الدولية إذا جاز التعبير. حزب الله يعني كيف نفسه وإمكانياته وحولها إلى إمكانيات استراتيجية، هذا أولا. على المستوى المعنوي مهم جدا، أنا أشرت وركزت على المستوى المعنوي، وهذا ما يعمل عليه حزب الله حاليا، وربما رأس هرم هذا العمل هو السيد نصر الله، يعني والذي في إسرائيل يتابع أكثر من نتنياهو وأكثر من هليفي وأكثر من جنس وحتى قادة المعارضة أو قادة الائتلاف الحكومي. نصر الله، السيد نصر الله سماحة السيد، يعني يؤدي دور، أنا أقول هذه حرب نفسية واضحة بالمصطلح يعني العام، ولكن على المستوى المعني وهذا يؤثر بشكل كبير على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وهذا معروف، والميادين دائما ما كانت تفرد مساحة للتغطية الإسرائيلية لخطابات السيد نصر الله، هذا ثانيا. ثالثا، المستوى الخططي، وربما يكتفي حتى أعطي فرصة للضيوف الكرام، المستوى الخططي مهم جدا. حزب الله في 2006 لم يكن لديه الخبرة التي لديه الآن، يعني حزب الله لم يكن خاض التصدي للحرب الكونية على سوريا، حزب الله لم يكن قد تلقى خبرات كبيرة من الجمهورية الإسلامية، وأنا أعرف شخصيا أصدقاء لدي من لبنان وأعرف ما هي الخبرات التي كانت موجودة وما هي الخبرات الموجودة الآن، وهذا هو المهم حتى لا أعود إلى الوراء. الآن حزب الله يملك إمكانيات عملياتية وخططية وإمكانيات تسليحية وجنود قادرين ليس الوصول إلى 12 كيلومتر أو 13 كيلومتر من صفد حتى شمال فلسطين المحتلة بهذا العمق، لا، ربما إلى 60 كيلومتر إلى ضواحي العفولة أو مشارف العفولة أو حيفا، وهذا يتحدث فيه الصحافة الإسرائيلية. هذه الحرب القادمة التي يمكن الحديث عنها في إطار الحلقة هي التي تشكل معضلة أساسية لإسرائيل، صحيح. وهي التي ستكون حديث ليس الساعة، الشهور القادمة في ظل تخوف إسرائيلي من حرب متعددة الجبهات أو على الأقل تقدير على الجبهة الشمالية.
وهذا ما يرصده الإسرائيلي حينما يتحدث القادة الأمنيين وقادة الاحتلال على المستوى الاستخباري العسكري. ليس هنالك من مصطلح لمواجهة محدودة مع حزب الله، يعني هنا هذا يعني الكثير. وبالعقل الإسرائيلي، لأنك أشرت إلى نقطة وأود بعد قليل يعني الأستاذ حسين الكناني بالتعقيب عليها والعميد عباس، أنه تحديدا القدرة التدريبية العسكرية يعني القدرات القتالية، يقول الإسرائيلي أنه الخبرة القتالية التي اكتسبها مقاتلو حزب الله الأصغر سنا تحديدا بما جرى في الحرب في سوريا هي كنز حقيقي للحزب وللمقاومة في لبنان. أستاذ حسين، إذا كان لديك بالتعقيب يعني على تطور هذه الأسلحة للمقاومة بما وصلنا إليه، ولكن إلى أي مدى يمكن القول الفوارق في الإمكانات انخفضت بشكل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة، ولا سيما بما شهدناه كانت حزب الله مدرسة أساسية بنقل تداعيات هذا النصر، هذه الخبرات، هذه المدرسة العسكرية كأقوى قوى كما قال عسكرية اليوم على مستوى العالم وليس فقط على مستوى الإقليم بما حققته، يعني من ناحية القوى الصاروخية، المسيرات، الترسانة، الخبرات القتالية، نتحدث بانعكاسها على باقي الخبرات والفصائل المقاومة في المنطقة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لحضرتك ولضيوفك الكرام من غزة ومن جنوب لبنان. الحقيقة نحن عندما نتكلم عن الفروقات العسكرية نحن الآن بصدد المقارنة بين 2006 وما تم الكشف عنه والآن. نحن قطعا نعلم أن هنالك الكثير من الأسرار ما زالت في جعبة المقاومة، وهي قد تكون العنصر الأكثر يعني مفاجئة وأكثر خطورة بالنسبة لجيش العدو، وهو ما يخشاه حقيقة. وبالتالي كل الحديث الآن هو يجري وفق يعني ما نعلمه حقيقة عن القدرات التي تتمتع بها هذه يعني حزب الله وكذلك الفصائل المقاومة الأخرى سواء في فلسطين أو في العراق وفي اليمن. لكن عندما نأخذ عينات، وهذه العينات سواء كانت في اليمن، في العراق، في سوريا، قطعا من خلال هذه العينات نستطيع أن نستنتج أنه ما سوف يواجهه العدو في حال كانت هنالك مواجهة بين الكيان الصهيوني وحزب الله، قطعا سوف تكون النتائج تدميرية بالنسبة لجيش العدو، وهو ما يخشاه حقيقة. وبالتالي عندما نأتي ونقارن اليمن، أنصار الله في اليمن، ويعني الإمكانيات وما يتمتع به أنصار الله من إمكانيات تعتبر بسيطة إلى حد ما، مع وجود حصار ومع وجود يعني عدم وجود خبرة طويلة في المواجهة، لكنها استطاعت أن تنجز إنجاز كبير مع التحالف الذي شكلته السعودية، والكل يعرف الإمكانيات الكبيرة التي لدى السعودية، بالإضافة الولايات المتحدة وهي كانت داعمة، والكثير من الدول الخليجية كانت منخرطة بهذه المواجهة، لكنها يعني ما استطاعت أن تتقدم بشيء، وعلى العكس وإنما منيت بخسائر فادحة كان على أثرها القبول بما تريده حركة أنصار الله. في أيضا من جانب آخر، عندما نأتي إلى جيل جديد من المقاومين اكتسبوا خبرة كبيرة في حرب الشوارع، وهذه المواجهات سواء أيضا في اليمن، في العراق، في سوريا، في فلسطين، ليست لدى الكيان الصهيوني أي قدرة لمواجهة هذه الطاقات الشابة والإمكانيات الكبيرة في حرب الشوارع. وحتى من الناحية العسكرية، إذا أردت أن تهزم جيشا نظاميا، اخرطه في أو اجعله بمواجهة فصائل وعصابات، ما يسمى بحرب العصابات وحرب الشوارع، قطعا سوف يفقد كل الإمكانيات وكل القدرات التي يملكها الجيوش النظامية، وبالتالي تتحول المواجهة إلى مواجهة فردية
تعتمد بشكل مباشر على القدرة القتالية العالية، الشجاعة، بالإضافة للسلاح المتوسط، وهذا متوفر بشكل كبير، وتديره فصائل المقاومة وحزب الله بحرفية كبيرة. وطبعا هذه المدارس وهذه التجارب هي أيضا منظورة من قبل الكيان الصهيوني، وعرف بشكل دقيق الإمكانيات الكبيرة لهؤلاء المقاتلين، وهم ما يخشونه حقيقة. هم الآن أمام مواجهة حتمية مع هذه الفصائل، هم الآن يحاولون بقدر يعني بكل ما يملكون تذويب الفوارق القتالية بين هؤلاء المقاتلون المجاهدون ويعني المقاتلو أو الجنود الجيش الكيان. في نهاية المطاف الكيان يعني والجيش الإسرائيلي وما يملك من إمكانيات تلاشت عندما تكون المواجهة منخرطة في أزقة ضيقة، ويفقد كل الإمكانيات وتتحول المواجهة إلى مواجهة مباشرة. هو يحاول قدر الإمكان أن تكون أو أن يستهدف هذه الفصائل باستراتيجية مغايرة. هو يبحث عن الاستهداف من الداخل، هو يعلم جيدا إذا كانت هنالك مواجهة مباشرة سوف تكون هزيمة كبيرة للجيش الكياني الإسرائيلي، وكل جهد الآن هو من خلال الاستهداف الداخلي، من خلال محاولة يعني إضعاف هذه الجبهات من الداخل، من خلال دفع بالكثير من الأتباع وكثير يعني مستويات من غير عسكرية أو أنواع أخرى من الحروب التي خيضت. صحيح، يعني من ضمنها العملاء، يعني هي بالعمل الاستخباري ارتكزت عليها كشبكة العملاء أستاذ حسين، أيضا بالحروب الناعمة، يعني حروب الجيل الخامس أيضا، يعني هي جزء من أشكال أو من خلال يمكن الحروب السياسية والاقتصادية وزرع الفتنة. ولكن بالعمل العسكري، لأنك أشرت يمكن الإسرائيلي، وأعود إليك هنا عميد، وإذا أردت أن تعقب على الكثير يمكن مرقت من النقاط الاستراتيجية، لأنه عمل الإسرائيلي يعني وجد فيه ثغرات في فشل بعمله في بعد هذه الحرب. قيل أنه عبر استراتيجية جديدة هو عزز ثلاثة عناصر أساسية: المناورات العسكرية، تعزيز الجبهة الداخلية، وإدخال التكنولوجيا بفعالية إلى عمليات جيش الاحتلال. بالمقابل ماذا عززت المقاومة حتى وصلنا إلى قدرة خفض هذه الفروق بالإمكانيات بما يمتلكه هذا الجيش الذي كان يتفاخر بصناعة يعني بتفوقه العسكري في المنطقة وكانت مجزرة دباباته الميركافا؟ اليوم نتحدث عن منظومة ثأر الله، وممكن نستفيد من حضرتك يعني هذه المنظومة، لماذا كشف حزب الله عن هذا السلاح تحديدا؟ مع هذا السلاح ظهر عمليا في حرب 2006، وكان له الأثر الكبير في تدمير الدبابات سواء في سال الخيام أو في يد الحجار. هلا هي تم تطوير هذا إداء هذه الصواريخ من خلال إطلاق صاروخين دفعة واحدة، خاصة عندما يتم الحديث عن تعزيز دروع دبابات العدو، فالهدف ممكن إطلاق صاروخين عليه لتدميره بشكل مؤكد. وهذا طبعا يعني ما كشفت عنه المقاومة اليوم هو ليس جديدا، مثل ما قلت هذا ظهر عام 2006، ولكن المفاجأة هي عندما تظهر أسلحة جديدة في أي معركة مستقبلية، لأنه عام 2006 كان كل التقارير أنه حزب الله يملك صواريخ كونكورس ومالوتكا، وهي صواريخ قديمة نسبيا، ثم ظهرت صواريخ الكورنيت مفاجأة الحرب، ثم ظهرت الصواريخ اللي هي خلينا نصنفها متوسطة المدى وهي قصيرة عمليا، ولكن هي اللي استطاعت أن تصل إلى الخضيرة على مسافة 68 كيلومتر من الحدود اللبنانية. هذه مفاجآت الحرب. مفاجآت الحرب ظهر أيضا صواريخ مضادة، صواريخ أرض بحر اللي دمر مدمرة ساعر، ساعر زلزال وزورق ديبورا، ثم الصواريخ مثل ما قلت صواريخ البالستية التي وصلت إلى عمق 68 كيلومتر. هلأ إجراءات العدو المضادة، أنا لا أرى إسرائيل عقيدتها العسكرية اللي عملها بن غوريون عام 50 واللي ذكرتها في البداية، اللي هي ركائز الأمن الصهيونية ترتكس إلى هذه العقيدة، لا تستطيع إسرائيل القفز فوقها. إسرائيل فقط أضافت شغلي أنه إسرائيل ثبت أنه العقيدة الهجومية فقط أنه أهملت مسألة الدفاع، لأنه هي كانت دائما مثل ما قالت تخوض الحرب على أرض العدو، حرب سريعة وخاطفة، حرب سريعة وخاطفة في أرض العدو أيضا، ولكن خلال هذه الحرب
ظهر أنه يعني كان التدمير متبادل، القوات الإسرائيلية عجزت عن تقدم خطوة في داخل الأراضي اللبنانية لأن المقاومة اعتمدت تكتيك الدفاع عن الحد الأمامي، وهذا البعض من المنظرين كانوا يقولوا هذا خطأ. طبعا المقاومة أثبتت صحته أنه تستطيع التمسك بالأرض لمنع العدو من تحقيق الحسم السريع. يعني المقاومة عندما قررت التمسك بالقرى على الحد الأمامي، وأنا هذه في اليوم الثاني ذكرتها، تمسك بالحد الأمامي، فمعناتها المعركة صارت بطيئة وبطيئة ضد عقيدة العدو. لذلك العدو حاول أخيرا الدخول من منطقة آخر يومين، الدخول من منطقة مفتوحة نسبيا اللي هي من عطشيط القصير باتجاه وادي الحجار، ولكن فوجئ بوادي الحجار بتدمير دباباتي. العدو اليوم ينتقل إلى الدفاع، بمعنى أنه أهمل موضوع الدفاع. لذلك شفنا تعزيز القبة الحديدية هو الدفاع الفعال عن الجبهة قبل الداخلية. الدفاع فقط لأنه الهجوم، نعم. وقبل قليل أخبرونا أبناء هذه المنطقة، نعم. أنه حيث نشاهد الآن بعدسة الكاميرا الميادين، شهدت هذه المعارك الهجومية كان في تدمير لعدد من الآلياتين أو آليتين أو عدد من الآليات، قدموا من مارون الرأس تحديدا، صح. ومارون الرأس، وحيث الآن تتواجد الكاميرا، قدموا إلى هذه النقطة واستشهد أيضا عدد من المقاومين، لأن هذه الدماء بعد 17 عاما هي التي أبقتنا في هذه اللحظات هنا متجذرين عميد، يعني نحن وأبناء هذه المناطق. كل الحديث عن تطوير عقيدة العدو، العدو لم يطور عقيدته ولا يستطيع التخلي عن عقيدته الهجومية، لأنه هذه العقيدة هي واللي بنى عليها واللي حقق فيها الانتصارات ضد كل الجيوش العربية مجتمعة أو منفردة، وحتى على حركات المقاومة ب 82 كلنا بنعرف العدو كيف اندفع، تعامل مع الحركات المقاومة اللي كانت موجودة كما يتعامل مع جيوش نظامية ضعيفة، وهي تعاملت بنفس الإطار. لذلك بعد القصف الجوي العنيف عام 82 انسحب المقاتلون، بينما مقاتلي حزب الله بقيوا على الحد الأمامي في مارون، انت ذكرتي مارون، في عيتا اللي هي العملية صارت بعيتا، في بنت جبال، ببنت جبال 27 تموز كان أهم سبع ألوية في منطقة مارون وعيناتا وصف الهوى وبنت جبال، كان فيما يعادل 7 ألوية، وكان في كتائب من القوات الخاصة إن كان جولاني أو جفعاتي أو المظليين أو القوات الخاصة، وفشلوا على الدخول إلى بنت جبال اللي كان فيها عشرات المقاتلين، لا أقول مئات، عشرات المقاتلين. لذلك فكرة المقاومة بالتمسك بالقرى وخطوط الدفاع كانت في الحد على الحد الأمامي، وطبعا كان في كل قرية هو التكتيك الأنجح لمنع العدو من النصر، تحقيق النصر السريع، وإلا لو انسحبت المقاومة حسب تكتيك حرب العصابات كان وصل إسرائيلي للليطاني بدون جهد. المقاومة قاتلت على الحد الأمامي، وأنا عرضت خريطة مرة عندكم بالميادين، العدو في مناطق لم يتقدم صفر، يعني كانت المساحة اللي تقدم فيها صفر، ومناطق 100 متر ومناطق 200 متر، فقط لسان الخرق اللي عمله من عطشيط القصير وادي الحجار أو باتجاه سهل الخيام ثم انسحب، هيدا هو فقط إجا بمنطقة مفتوحة نسبيا، ولكن وكان هو يعتقد أنه قادر إلى الوصول إلى الليطاني اللي هو بقاعيت الجسد، حيث كنا بالأمس يعني تماما بفرون، ما بين فرون والغندوري، صحيح، من أقرب نقطة ولكن فشل. لذلك اليوم العدو يعتمد معظم ما يتحدث عن عقيدته هو تطوير للعقيدة للدفاع، منه دفاع سلبي اللي هو إقامة الملاجئ لحماية المستوطنين، والدفاع الفعال من خلال منظومة القبة الحديدية وعصا داود ومقلاع داود والعصا السحرية إلى آخره. هو يعني كله هي كمان محطات عسكرية، نعم. جميل جدا، صحيح. أن نتذكرها وأنه أن نبرز يعني، صحيح. هذه النقاط كيف، صحيح. تراكمت، صحيح. يعني عميد، وشكرا بالفعل على هذه الإضاءة المهمة، ولكن نعم. اليوم سؤالي سريع لأنه هذه الجزئية، نعم. الأساسية، طبعا. بما تبقى لنا من وقت، وإذا كانت الإجابة، نعم. سريعة لو سمحت، بالمواجهة المقبلة ما الذي نتوقعه انطلاقا مما تحدثت عنه بتطوير هذه القدرات الدفاعية أو الدفاع بالنسبة للمحتل الإسرائيلي؟ خليني بلش بنقطة، لأنه دائما المشاهد بحب يعرف في حرب ولا ما في حرب، بالزبط. ما في حرب، صحيح. وإذا حصلت الحرب المقاومة جاهزة، إذا كانت جاهزة بال2006 بنسبة محددة، اليوم جاهزة بشكل أكبر بكثير. العدو لم يراكم قوة، يعني إذا بناخذ
تناسب القوى المادية. العدو كان عنده 400 طيارة صاروا 420، يعني كان عنده 2000 دبابة صاروا 2500. العدو على المستوى الهجومي يعني على مستوى عملية داخل الأراضي اللبنانية لم تتطور قدراته قياسا لما تطورت قدرات المقاومة. المقاومة عام 2006 ببضع مئات مقاتلين وتعبئة وأصم منهم تعبئة تمكنت من صد عمليا كان في 4 فرق بالنسع الأول والثاني للعدو الإسرائيلي، ما قدروا يقطعوا يفوتوا على بنت جبال، ما قدروا يفوتوا على عيت الشعب، فاتوا بمناطق مفتوحة واندحروا، نزلوا بالغندورية وفرون ما بقيوا للصبح، طلبوا سحبهم بالليل لأنه الإسرائيلي ما معود ينزل على راسه أنابل، نزلوا نزلوهم بالليل بمنطقة مكشوفة. المقاومة ركزت كل مدافعها في المنطقة عليهم، الأشباح في الليل لذلك قاموا طلبوا هني سحبهم أول الضوء، يعني ما قدروا ساندوا العملية اللي انطلقت مع الفجر، مع أنهم انسحبوا قبل ما يطلع الضوء لأنه ما قدروا صمدوا. ألف عسكري إسرائيلي من القوات المظلية. لذلك أنا بقول لك في أي حرب قادمة المقاومة تملك قدرات ليس على مستوى الأفراد فقط وعلى مستوى تدريب الأفراد والمستوى التقني الرفيع للأفراد. والإسرائيلي وصف مقاتلي حزب الله حتى بتقرير فينوغراد أنه هي بمثابة قوات خاصة تشبه القوات الخاصة في الجيوش النظامية. طبعا كان بعده المقاومة ما عندها قوة الرضوان اللي هي قادرة، يعني نحن في أي عملية التي رصدها الإعلام الإسرائيلي في أي عملية يعني مستقبلية قبل أيام، وبالأمس كانت كاميرا الميادين تجول يعني تحديدا في هذه المناطق في أي عملية مستقبلية ووثقها زميلة العدو الصفحة. يأخذ بعين الاعتبار، مشان هيك بقول لك متردد، العدو يأخذ بعين الاعتبار دخول 1000 مقاتل إلى الجليل الأعلى، وهذا يترتب عليه تجميد قوى إسرائيلية بحجم كبير وتمنعه من التوغل داخل لبنان. هي واحد اثنين بس كلمة صواريخ تملك صواريخ ضد الدروع أكبر. تفوق الجوي لم يعد وقفا على العدو، أصبح لدى المقاومة مسيرات ومسيرات انتحارية ومسيرات قادرة على القصف، يمتلك دفاع بحري أهم بكتير من اللي كان بيمتلكه، يمتلك دفاع جوي بكرة مبين بأي عملية مستقبلية أفضل مما كان. أستاذ أحمد عبد الرحمن يمكن أطلنا الوقت عليه ولكن جدا مهم كان يذكره بالمعنى العسكري البعد الاستراتيجي الذي أشار إليه سيادة العميد عباس، برأيكم في أي مواجهة مقبلة السيناريوهات التي تطرح والتساؤل، حتى قادة الأمن الإسرائيلي بالأمس يتحدثون عن مصارحة الجمهور الإسرائيلي بتضاعف وتضاؤل هذه الكفاءة التي كان يتمتع بها الجيش الإسرائيلي وهذه المؤسسة العسكرية، عن أي إمكانيات نتحدث لدى المقاومة في لبنان وعن أي إمكانيات لجيش المحتل الإسرائيلي، نتحدث من القدرة القتالية الترسانة الصاروخية والذي يشير أنه 6000 صاروخ يوميا قادر حزب الله على استهداف الجبهة الداخلية والمستوطنات الإسرائيلية، وأيضا عبر سلاح الجو والمسيرات التي تطورت بتقدم هذا الصناع والصناعة وهذا السلاح النوعي الذي باتت تمتلكه كذلك المقاومة. هذا كلام مهم في الحقيقة، وما تفضل به سيادة العميد كله كلام مهم في الحقيقة. يعني فقط اسمح لي، فقط أنا لم أجب ربما في السؤال الأول على تفضلت بذكر الحرب اللامتناظرة أو اللامتكافئة، هذه نخوضها صحيح. نحن منذ 10 سنوات تقريبا في المنطقة، ولكن ربما البعض، أن المصطلح ربما يعني نادر الحديث فيه، ربما البعض لا يعرفه، ولكن أعتقد المقاومة في كل من كل المحور وفي كل المنطقة تخوض هذه الحرب بكفاءة عالية وبكفاءة واسعة جدا. بما تفضلت به، أنا شوفي أنا أعتقد ربما نختلف مع سيادة العميد بشيء صغير، أنا أعتقد الحرب قادمة ليس بالضرورة على الجبهة الشمالية، ولكن نتنياهو يجب أن يخرج، أو هكذا يقول المقربون منه والصحافة الإسرائيلية، يجب أن يخرج من هذا المأزق الذي طال، الذي الآن امتد ربما ل8 أشهر، وهو يبدو أنه لن ينتهي قريبا، لاحتجاجات الداخلية التي ربما تضر سمعة وصورة هذه الدولة ربما أكثر من بعض المعارك العسكرية. هذا أولا. هناك مشكلة أساسية للرد على ما تفضلت به، الكتلة البشرية في الجيش الإسرائيلي، وأنا كتبت في الميادين أونلاين عن القوات الاحتياط، الكتلة البشرية حوالي 600,000 يقل قليلا يزيد قليلا، 600,000 من قوات الاحتياط إلى جانب 185 جندي نظامي. هذا في أي مناورة في أي حرب واسعة
يحتاجون لمناورة ميدانية كما يعرف سيادة العميد والضيف والأستاذ حسين. يجب أن يكون هناك مناورة في الميدان، سواء التفاف، سواء هجوم واسع، سواء تغطية جغرافية أو مسرح عمليات واسع. هذا يحتاج إلى كتلة بشرية أو عدد كبير من الجنود. هذا الآن هو لب المشكلة في الجيش الإسرائيلي. لماذا يقولون أن هناك مشكلة في ذراع البر؟ لأن هذه القوات، أنت تفضلت حتى ذكرت قبل قليل تحويل الجيش الإسرائيلي لجيش تكنولوجي، هو يسمونه ديجيتالي، يعني جيش صغير، جيش ذكي يشبه الديجيتال كما يقولون، ليقاتل عن بعد، يستخدم المدافع ذاتية الحركة وذاتية الإطلاق وعن طريق الأقمار الصناعية، وهذا موجود في الخطط العملياتية الإسرائيلية. ولكن هذا لا يغني عن وجود كتلة بشرية أو قوة بشرية أساسية تهاجم وتحسم المعركة. هذا هو المهم. لا يمكن لسلاح الجو الإسرائيلي الذي ربما هو متطور والذي هو ربما يفوق معظم أسلحة الجو في المنطقة والعالم، إلا أنه لا يستطيع أن يحسم معركة. في غزة فشل، وفي لبنان فشل، وفي جنين فشل، وتدخلت الأباتشي والمسيرات، وربما كان الـ F-16 قريب من التدخل في مسافة تقل عن نصف كيلومتر. القوة البشرية هو الأساس الذي يجب أن نركز عليه. هناك مشكلة، هناك هروب وتهرب كبير، تفلت من قوات الاحتياط قبل انتهاء الخدمة، يعني قبل 50 أو 52 عام، وهناك عدد أقل يدخل إلى الخدمة الإلزامية من 18 عام. يعني الكتلة البشرية الأساسية للجيش الإسرائيلي تتضاءل، وهذا ما يجعل أي مناورة ميدانية أو برية واسعة تعاني فشل وإخفاق كبير. هذا أولا. ثانيا، قدرات المقاومة والتي أشرت إليها وسيادة العميد والضيف الكريم، هذا تطور هائل. المسيرات عندما ننظر إلى روسيا وماذا يحدث في روسيا، سلاح المسيرات خطير جدا وإسرائيل عانت منه وليس لديها حلول. صحيح. عندما نجد طائرة مسيرة تذهب مباشرة، ربما في الحرب القادمة نراها تذهب إلى الكرياء، إلى وزارة الحرب، تذهب إلى الكنيست، تذهب إلى أهم واحد محطات توليد الكهرباء. إسرائيل لو انطفأت محطة واحدة، محطة أشكلون هنا قريبة من غزة حوالي 20 كيلومتر، هذه لو انطفأت انظر ماذا سيحدث. ربع إسرائيل، يعني 25% من مساحة الكيان الصهيوني ستطفى عنها الكهرباء، والله لن نجد مستوطن، سيهربون، ربما يجوا على غزة، غزة فيها كهرباء أحسن سعيد أبص. يعني الأمور معقدة لدى الإسرائيلي، معقدة على مستوى الإمكانيات، على مستوى تطور إمكانياته وتطورت لكن بشكل ضئيل، في مقابل تطور هائل لإمكانيات محور المقاومة. فقط المسيرات والسلاح الصاروخي، 4000 صاروخ أطلقت في 2006، اليوم يتحدثون عن 6000 صاروخ في اليوم. يعني لو ضربناها في 30 180 صحيح. يعني 180 ألف صاروخ، عدد هائل. هذا مهم جدا في حتى على المستوى المعنى، والجبهة الداخلية الإسرائيلية يتخوفون جدا من فقط عندما يتحدث أحد عن حرب متعددة الساحات أو الجبهات. أعتقد العدو في مأزق، يمكن أن يخرج إلى معركة. يتم الحديث خلال اليومين الماضيين عن جنين مرة أخرى، يتم الحديث عن غزة، لكن أعتقد الجبهة الشمالية لن يستطيع العدو الذهاب إلى معركة واسعة، لا سيما في ظل هذه الإمكانيات الهائلة لحزب الله ومحور المقاومة. المواجهة الشاملة، سأختم معك أستاذ حسين اللاكناني، كيف يمكن توظيف كل هذه الإمكانات على كافة المستويات كمدرسة أساسية انطلقت مما حققته المقاومة اللبنانية وحزب الله في تموز، الذي أتى بتداعيات كبيرة حتى على تنامي قدرات وإمكانيات باقي فصائل المقاومة في المنطقة، نتحدث من العراق إلى اليمن وصولا إلى فلسطين بشكل أساسي، كيف يمكن توظيفها بشكل كامل اليوم في أي مواجهة يمكن أن نتحدث عنها مواجهة شاملة على كافة الجبهات التي تؤرق اليوم قادة المحتل؟ بالنسبة لتوحيد الجبهات، شعار رفعته كل فصائل المقاومة، وبالتالي توظيف الإمكانيات بالفعل، يعني كل الفصائل تقريبا وظفت هذه الإمكانيات الموجودة بشكل كبير، وجنت ثمار هذا التطور في السلاح. على سبيل المثال في العراق تطورت الفصائل بشكل كبير من حيث الصواريخ وكذلك من حيث الطائرات المسيرة، وبالتالي ألحقت ضرر كبير على القواعد الأمريكية في العراق وكذلك في اليمن، وبالتالي ما زالت هذه الفصائل تستثمر هذا التفوق والتطور الكبير بإمكانيات هذه الفصائل. وأعتقد أنه الكيان يعرف جيدا وكما ذكر ضيوفك أنه يخشى المواجهة، لكن في نهاية المطاف أعتقد أنه هنالك الكثير من يدفع بالكيان الصهيوني لمواجهة هذه الفصائل، لأن وجود هذه الفصائل يعني بالضرورة القضاء على الوجود
لهذه القوة الغازية، سواء الأمريكان في العراق أو الكيان الصهيوني في فلسطين. وبالنسبة للكيان الصهيوني، مع يعني إدراكه بشكل كبير لإمكانيات حزب الله، لكن أيضا هو لديه قناعة أن وجود حزب الله في الجبهة الشمالية يشكل تهديد وجودي له، وبالتالي لابد وأن تكون هنالك مواجهة حتمية بين الكيان الصهيوني وجميع الفصائل، سواء في لبنان أو في سوريا أو في العراق وفي اليمن. توحيد الجبهات في غاية الأهمية من أجل الضغط باتجاهات مختلفة، حتى لا يبقى أي وجود لهذه القوات الغازية في المنطقة بصورة عامة. وأعتقد أنه محور المقاومة ذاهب باتجاه إخراج القوات الأجنبية من منطقة غرب آسيا بالكلية، وهذا ما تعيه جيدا حتى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا هي تحاول أن تناور بعملياتها أو تحاول أن تستخدم أدوات أخرى غير المواجهة العسكرية، لأنها تعرف جيدا أن نتائج المواجهة العسكرية هي الخسارة الحتمية بالنسبة لها وكذلك بالنسبة للكيان الصهيوني. لدي أقل من 3 دقائق، أردت التعقيب فيما يتعلق الأستاذ أحمد عبد الرحمن، ولأننا نتحدث اليوم بتنا عن محور كامل متكامل. صحيح. ما حققته المقاومة في لبنان ينعكس بشكل مباشر على أيضا تعاظم الإمكانيات التي تمتلكها فصائل المقاومة، حتى بتنا أمام حلف القدس ومحور القدس ومحور المقاومة، ليس طبعا بالشعار بل ببرنامج عمل واستراتيجية عملاتية بعد 17 عاما. يعني مثل ما قلنا، تداعيات نصر تموز ألقى بأثره بتأثيراته على المقاومة في فلسطين، وكلنا بنعرف أنه 2008 بعد 2006 ذهب العدو ليرمم صورة الجيش الذي لا يقهر، الذي قهر في لبنان واندحر، وكذلك فاندحر في غزة، من قطاع غزة 2012-2014 وأخيرا سيف القدس وثأر الأحرار. العدو مأزوم طبعا. كمان جد على مستوى المحور، على مستوى المنطقة، تعاظم محور المقاومة. يعني نحن عم نتحدث عن العراق، الحشد الشعبي، نتحدث عن أنصار الله في اليمن، هذا المحور ممتد من باب المندب أصبح حتى سوريا ولبنان وفلسطين. هذا المحور يتعاظم بشكل كبير، هي واحدة. من جهة أخرى، أنا عم بحكي حتى على الجبهة اللبنانية المنفردة عام 2006، كنا متيقنين من النصر. بعد 48 ساعة كنا نقول انتهت، لأنه الإسرائيلي كان يراهن على القوة الجوية تماما كما كان يراهن في الحروب السابقة. ولكن فشل، هي لا تحسم، فشلت طبعا، لم تحسم. يعني الإسرائيلي مأزوم في مواجهة مقاومة جدية تملك الإمكانيات وتملك العقيدة، لذلك هو مأزوم. العملية الجوية، القصف الجوي، لم يترك المقاومون مواقعهم. القوات البرية الإسرائيلية، أشار الأستاذ عبد الرحمن عن أزمة تواجه الجيش البري الإسرائيلي وخاصة قوات المشاة، أول شيء من حيث العديد، من حيث التدريب. وأنا بدي أضيف شغلي، وهي معروفة نحن مندرسها بالكليات العسكرية، الجيش الإسرائيلي، القوات المشاة لا تستطيع القتال في المدن، قوات المشاة العادية، لأنه هو يعني موجودين بالآليات، عدد العناصر لا يكفي لملء الآليات فقط، لذلك ليس هناك قوة قادرة على القتال على الأرجل أو القتال المتقارب مع قوات المقاومة إلا القوات المظلية. لذلك هذه القوات المظلية لا تستطيع، أو القوات الخاصة لا تستطيع القتال إلا في مسارح محدودة. اثنان، الجنوب مقيد بالمحاور. وأخيراً نعم، الجنوب مقيد بالمحاور. إسرائيل انزجت 100,000 مقاتل، 5 فرق أو فرقتين أو فرقة، هي مقيدة بمحاور لا تستطيع التقدم إلا بالاسترعال. يعني بدأت تقدم على المحاور، ما في أرض مفتوحة لتفوت هالدبابات، ولحتى والجغرافيا لا تساعدها يعني. نعم. كما وهذا الجنوب موجود، وهذا التحليل اللي بنعمله دائما. كل عام ونحن وننتصر يعني ونحتفل سوية، كما قال الأستاذ أحمد عبد الرحمن، لكل أحرار هذه الأمة يحق لهم عاما بعد عام أن يحتفلوا بهذا الانتصار. هذا أسس لكل الانتصارات اللاحقة. شكرا جزيلا لك أسس لكل محمد عباس العميد المتقاعد. شكرا. الشكر موصول أيضا للأستاذ أحمد عبد الرحمن، كان معنا من قطاع غزة المحاصر. وشكر أيضا لك أستاذ حسين الكناني، كنت معنا من العاصمة العراقية بغداد. مشاهدينا، دائما هذه التغطية مستمرة على شاشة الميادين والميادين أونلاين. النصر يتعاظم. في أمان الله.